ناس كتير بتشتكي من القولون العصبي، وألم القولون العصبي ده مصاحبك ومش مخليك تعرف تمارس حياتك اليومية بشكل طبيعي، وبيبقى عندك ألم وتقل في البطن وانتفاخ وغازات، وأغلب الوقت يبقى عندك إمساك، والألم بتاع الإمساك ده ما بيرتاحش لما أنت تعمل حمام، وفي بعض الحالات ممكن يبقى فيه إسهال. ففيديو النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نقدر نتخلص من الأعراض دي بخطوات بسيطة جدا، فيلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. متلازمة القولون العصبي دي عبارة عن مجموعة من الاعراض احنا لسه قايلين بعضها من شوية، ومتلازمة يعني ملهاش سبب معين، هي عبارة عن مجموعة من الاعراض ملهاش اي سبب معروف. ممكن يكون سببها مثلا حساسية في الاعصاب بتاعة الامعاء اللي بتوصل الاشارة للمخ، ممكن يكون سببها توتر وقلق انت بتتعرض له، ممكن يكون سببها نوع الاكل، في بعض الاكلات معينة ممكن القولون العصبي يبقى عنده حساسية منها. آخر حاجة ممكن يكون سبب وراثي، أو مثلا حد في الأسرة عنده مشكلة القولون العصبي فممكن تنتقل بالوراثة. فالموضوع ليه عوامل وأسباب كتير، ملوش سبب واحد محدد، وطالما ملهوش سبب واضح بيبقى علاجه صعب شوية، أو ملوش علاج محدد برضه فبنحاول نعالج الأعراض بتاعته شوية. فلو قدرنا نعالج الأعراض بتاعته احنا كده يعتبر عالجنا المشكلة. هنعالج الأعراض بتاعته في 3 خطوات. أول خطوة هو العلاج الدوائي، تاني خطوة هو تغيير نمط وأسلوب الحياة، يعني أنت تتبع لايف ستايل أو أسلوب حياة صحي، تالت خطوة التغذية وإن أنت تظبط الأكلات المسموحة والممنوعة للقولون، أول خطوة الأدوية أو إن أنت تاخد علاج دوائي، هتتابع مع دكتور بطنة فهيطلب منك التحاليل والأشعة اللازمة ويأكد التشخيص ويكتب لك علاج دوائي يهدي الأعراض شوية. تاني خطوة معانا في العلاج هو اتباع نمط وأسلوب حياة صحي، يعني اول حاجة ان انت تهتم بالاكل الصحي اللي مش بيهيج عندك القولون، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد شوية. تاني حاجة ان انت تاكل في مواعيد محددة، ما تحاولش تفوت وجبات او تصوم فترة طويلة مثلا عن الاكل وتيجي تاكل مرة واحدة فهتلاقي الاعراض عندك زادت، فحاول تنظم الوجبات بتاعتك وما تفوتش وجبات، والوجبات برضو بتاعتك تبقى صغيرة ما تملاش بطنك على الاخر، وما تاكلش برضو متأخر بالليل وتنام، هتقوم من النوم برضو اعراض وألم القولون عندك هتلاقيه ظهر. وانت بتاكل برضو امضغ الاكل كويس وكل براحتك عشان الامعاء تهضم الاكل بشكل صح والقولون عندك ما يتعبش، وتحاول تنام نوم كافي وتشرب كمية مية كافية في اليوم من 8 ل10 كوبايات مية، وتحاول تمارس برضو رياضة وتعمل تمارين استرخاء وتخرج نفسك من اي موقف او اي حاجة تسبب ليك توتر او قلق، تحاول تهدي نفسك وتعمل تمارين استرخاء وتمارس رياضة، الرياضة برضو هتساعدك في الموضوع ده. كده خلصنا تاني حاجة هو اللايف ستايل او اتباع نمط واسلوب حياة صحي. تالت واخر حاجة معانا هي التغذية، نحاول نظبط الاكل بتاعنا ونمشي على لستة اكلات المفروض الاكلات دي بتبقى مسموحة للقولون ومش بتهيجه، ونبعد عن اكلات تانية المفروض ان الاكلات دي بتهيج وتتعب القولون. ففي نظام اسمه نظام الفود ماب، النظام ده اتعمل عليه ابحاث وقال لنا على الاكلات المسموحة بالنسبة للقولون العصبي والاكلات الممنوع عليه، ولكن برضو قبل ما نبدأ في النظام ده مفيش حاجة محددة وحاجة ثابتة، يعني بعض الأشخاص ممكن تاكل أكل معين يهيج عندها القولون، وأشخاص تانية ممكن تاكل نفس الأكل وما يعملش عندها أي حاجة، فمفيش حاجة ثابتة، فأنت هتشوف النظام اللي احنا نتكلم عليه من شوية ده، وتشوف الأكلات اللي مش بتهيج عندك القولون، وابدأ سجلها وامشي عليها، والأكلات اللي أنت عارف إنها بتتعبك، ابدأ سجلها برضو وحاول تتجنبها، والنظام ده هنبدأ نقول كل حاجة فيه، فواكه، خضروات، لحوم، دهون، هنتكلم عن كل حاجة فيه بالنسبة للأكل المسموح والأكل الممنوع للقولون العصبي. فأول حاجة معانا هي الفاكهة. في فواكه ممنوعة في نظام الفود ماب زي التفاح والكمثرى والبطيخ. التفاح والكمثرى والبطيخ بيبقى فيهم سكر، الهضم بتاعه بيبقى صعب شوية، وكمان بعض الفواكه اللي بيبقى فيها نقى وبذر زي المانجا والخوخ والبرقوق والمشمش والتين والجوافة والقرز والفواكه المجففة، ومعانا كمان العسل الأبيض. والبدائل المسموحة في الفاكهة عندنا الموز، بس الموز ما يكونش مستوي قوي، والكنتالوب والاناناس والليمون والتوت والكيوي والبرتقان والسفندي او اليوسفي والفراولة والعنب. كل السكر اللي في الفواكه دي ما فيش منه اي مشكلة خالص. تاني حاجة معانا منتجات الالبان، الممنوع في نظام الفود ماب هو حليب البقر والماعز والماشية، والممنوع كمان الجبنة القريش والزبادي والايس كريم.
ولكن المسموح فيهم حليب جوز الهند، حليب اللوز، حليب الأرز، الحليب أو الزبادي العادي بس تشتريهم من السوبر ماركت يكون حليب خالي اللاكتوز أو زبادي خالي اللاكتوز، والجبنة الفيتا والشيدر مفيش منهم أي مشكلة بس الكميات تكون معقولة. تالت حاجة معانا الخضروات، الخضروات الممنوع في نظام الفود ماب البروكلي والأرنبيط والكرات والثوم والبصل والفلفل الأخضر والكرات والبسلة، دول كلهم ممنوعين في نظام الفود ماب. المسموح في من الخضروات في نظام الفود ماب الخيار بقى والجزر والطماطم والبتنجان والجنزبيل والخس والزيتون والبطاطا والبطاطس والقلقاس والبصل الأخضر والفاصوليا الخضراء والسبانخ والكوسة واللفت، يعتبر باقي الخضروات ما عدا دول هم اللي ممنوعين. نيجي بعد كده للبقوليات والحبوب، الممنوع في نظام الفود ماب من البقوليات والحبوب الفاصوليا الحمراء والفاصوليا البيضاء والعدس، دول ممنوعين. والحبوب القمح، القمح ممنوع معانا والمنتجات اللي بيتصنع منها سواء الخبز والمعجنات والمكرونة. والمسموح من البقوليات والحبوب في النظام دون منتجات قمح خالية من الجلوتين، الشوفان، حبوب الكينوا والرز، دول ما فيش منهم اي مشكلة خالص. نيجي بعد كده للسكر والحلويات، الممنوع هو شراب الذرة، دون بيستخدم في تحلية مثلا الحلويات او حاجات زي كده، وعسل النحل، دول ممنوعين في الفود ماب. طب هنبدلهم بايه؟ ممكن السكر الابيض بكميات معقوله برده ما فيش منه مشكله، والمربى، المربى مثلا بدل العسل. نيجي بعد كده بقى للبيض والدواجن واللحوم والاسماك، ما فيش منهم اي مشكله خالص ومسموحين معانا. كده عرفنا انت هتاكل ايه وتبعد عن ايه في حالة القولون العصبي، وابدأ بقى سجل الاكل اللي مش بيتعبك وابدأ امشي عليه، والاكل برضو اللي بيتعبك ابدأ سجله وابعد عنه. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل حاجة بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.